السلام عليكم يا أصدقائي، اليوم سأقرأ لكم دعاء اليوم 17 من شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى سؤال، يا عالما بما في صدور العالمين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. لا تنسوا صاحب الزمان من دعائكم. في أمان الله.